عايده بفوز امام فيتنام، والمنتخب السعودي بتسعه نقاط فوز من اليابان وفوز على فريق منافس مباشر. الثقه الزايده اللي حتكون للمنتخب السعودي ممكن تكون سلاح ذو حدين. هو الثبات انه نطالب بشيء بالثبات الانفعالي. طيب كمان برضه كذلك انه هو الرهبه والخوف من المنتخب الصيني قد يؤدي للهزيمه، وفي نفس الوقت الثقه الزايده قد تؤدي للهزيمه. فهنا لازم شنو يكون في حته بتاعت الثبات الانفعالي. اعتقد انه المنتخب السعودي من خلال الخبرات او من خلال الافراد المتوفرين له يعني يمتلك لعيبه يقدروا يديروا المباراه بالشكل الجيد، وما يقدروا ما يطلعوا من 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 الحته بتاعت الثبات الانفعالي، يقدروا يسيطروا عليه نفسياتهم على تفاعلاتهم بحيث انه يحققوا انتصار يقوي امالهم. اعتقد انه لو خلاص 12 نقطه يعني بنسبه كبيره خلاص بكون هم شبه اللي تاهلوا، خصوصا انه الجو العام الحضور الجماهيري زي ما قلنا ده دافع للدعم الكبير اللي حصل لك. بالمناسبه صندوق الاستثمارات واخذت امتلاك نادي نيوكاسل برضه يكون عنده واحد من الحاجات اللي بتكون حاضره من خلال هذه المباراه. لازم تصر بمصر مشرف، بتكون مش عم تدفع معنوي لكنك انت في دوله خاصه فيه. انه بعد العالم يعني حيتوجه بصفه زايده، هو توجه طبعا بالسعوديه ببعد المناسبات الرياضيه اللي اقيمت في السعوديه، ولكن الان انت تمتلك نادي في الدوري الانجليزي افضل دوري، اكيد انه الاعلام العالمي وكل الاضواء كل مسلطه عليه، كل ما الدائره دائرة التركيز الإعلامي في السعودية بتمشي تنداح بتمشي كبيرة. نعم. يعني تقول لما أنت جيب ده زي ما قلت أنت قبل كده كاس السوبر الإيطالي. نعم. كده كاس السوبر الأسباني. نعم. الدائرة حقتك تكون ما بقت ماشية متوسعة نعم. فأنت دائما تكون ما الدائرة بقت بحقتك الإعلامية حقتك ماشية متوسعة، كل ما بقيت بعدها التركيز عليك بيكون كثير. نعم أكيد.